مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة الرابعة من قناة ليبيا ونستهلها بأبرز العناوين. إدراج بنغازي وسرت ضمن المرحلة الحالية للانتخابات البلدية. وزير الصحة يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية. الهلال والصليب الأحمر يوقعان الاتفاقية الإطارية للعام الحالي. حياكم الله. أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إدراج بلديتي بنغازي وسرت ضمن المرحلة الحالية من الخطط الانتخابية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الحكم المحلي عادل الزيدي ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبد الشفيع برئيسة مفوضية المجتمع المدني بريكا بالتمر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيدة بريكا بلتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني. مرحبا بك سيدتي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير. بداية، كيف جرى اجتماع اليوم؟ ما هي أبرز الأمور التي تم مناقشتها؟ الاجتماع يوم الامس بالسيد معالي وزير الحكم المحلي وايضا رئيس اللجنه المركزيه لانتخاب البلديات، اجتماع مثمر جاء بناء على طلبنا والذي تقدم به السيد وزير الحكم المحلي، وذلك لما لمسناه وكان مبني على استطلاع للرأي ومطالبات متعددة من النشطاء والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، لأن بالتأكيد على ضرورة الانتخابات، خصوصا بعد ما سللت انتخابات جالو وجلا وجخرة في منطقة الواحات بالنجاح، و تصاعدت الأصوات بأنهم يريدون أيضا انتخابات لبلديات مهمة مثل بلدية بنغازي. أيضا هنالك إسقاطات على بعض المدن التي لها خصوصيتها مثل درنا. درنا لم تحظى بانتخابات بلدية، هي ما زالت في المحلي، وبالتالي عندنا أيضا سرت، مدينة سرت عانت ويلات الحرب، ومن حق هذه المدن أن تنعم بانتخابات تكلل بعرس انتخابي. نعم. يضمن فيه المواطن حقه في أنه هو يشارك في من يقدم إليه خدمات. نعم. الحقيقة تبنت المفوضية هذه الطلبات وصغناها حقيقة في يعني هنا سؤالي لك سيدتي، كيف تم إقناع اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية بإدراج مدينة بنغازي في الجولة القادمة للانتخابات بعد ما كانت مستبعدة؟ الحقيقة كان طلبنا مبني على أن مدينة بنغازي لها ثقلها، ليست كباقي المدن. يعني أنا عندما أتحدث على انتخابات مدينة بنغازي سيكون وقع هذا الخبر ليس كباقي المدن، يعني مع أهمية كل مدينة وأهلها يهتموا بها، ولكن بنغازي تظل مدينة لها بصمتها، مدينة صاحبة مبادرة خصوصا بعد انتصارها على الإرهاب، ومن حقها فيها عدد كبير من النازحين اللي عانوا لديهم مطالب. أنا أحد الأشخاص الذي يعني أتمنى أن تكون هنالك انتخابات في مدينة بنغازي. نعم. وبالتالي طرحنا عدة نقاط على السيد معالي وزير الحكم المحلي وأيضا السيد المستشار جمال عبد الشفيع رئيس اللجنة المركزية لانتخاب البلديات، أن هذه النقاط لابد أن تدرج وتأخذ بعين الاعتبار. نعم. هنالك أصوات مرتفعة في بين المواطنين وبين المهتمين بالشأن العام يريدوا انتخابات، يعني خصوصا بعد الانتخابات اللي كما ذكرت لك في الواحات. نعم. فالحقيقة يعني كل اجتماعنا بأن فعلا كانت الاستجابة من السيد وزير الحكم المحلي بأنه ستكون بنغازي من أولى البلديات التي سيتم إدخالها. نعم. أيضا أنا تحدثت في أن سرت كذلك لها خصوصيتها، ودرنا أيضا لها خصوصيتها، وهذه المدن عانت من الحرب،
ولابد انها تقلل بعرس انتخابي ينعم به الناس ان شاء الله بعد لما نتوقعه من احداث نتمنى ان تكون جيده في مصلحه المواطن الذي عانى وما زال يعاني حقيقه، والوضع مأساوي جدا. وانا يعني سعيده بأن الاستجابة جاءت من اللجنة ومن وزير الحكم المحلي بهذا الطلب الذي جاءني تكرارا ومرارا في فترة يعني قصيرة، عدد كبير جدا من المطالب ومن الاتصالات التي تصلني بأنه يرغب في الانتخابات وخصوصا في مدينة بنغازي. نعم. طيب سيدتي، متى من المتوقع أن تجرى الانتخابات في بنغازي؟ هذه الأمور حقيقة أمامها يعني أمام اللجنة المركزية هي المعنية بهذا الطلب. نحن كمفوضية طلبنا حتى بأن يكون لدينا يعني منظمات نحن معنية بهذا الشأن ستكون مراقبة لعملية الانتخابات وسترصد أي انتهاك قد يحدث، أي تلاعب، لا نريد هذه الانتهاكات تحدث، وسنكون يعني من خلال المجتمع المدني ومن خلال المنظمات المدربة والمهيئة إن شاء الله على هذا العمل جاهزين لمراقبة الانتخابات كي تتم بشكل صحيح ودون أي انتهاكات أو اختراقات. نعم، كل الشكر لك يا سيدة بريكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني، شكرا جزيلا. ناقش رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي القرابولي مع مديرية الأمن وإدارة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية آلية تأمين الانتخابات والخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن القرابولي لتأمين الانتخابات المرتقبة السبت القادم، وذلك لإجرائها في ظروف أمنية مناسبة. أكد وزير الصحة سعد عقوب على أهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتقليل من التجمعات إلا للضرورة القصوى، والحجر المنزلي بالوقاية عبر التعقيم والنظافة في تحديد مسار الوباء. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اطمأن فيه عقوب على صحة فريق الرصد ببلدية لبرق بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية مهام عملهم. كشف رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا لجائحة كورونا صالحين مجيد في مداخلة مع قناتنا على أن عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة سيحدث تفشيا وكارثة أمن قومية، مؤكدا أن الإغلاق سيطول صالات الأفراح والمقاهي وربما النوادي الرياضية. قامت اللجنة الاستشارية المجتمعية بوضع دليل إرشادي فيما يخص الصالات والساحات الرياضية، ولكن وجهنا بالأمس أن هناك بعض المباريات ستقام بجمهور، ونحن نعرف أن هذا الأمر أمر خطير جدا صحيح. جدا جدا في هذه الفترة، فترة الشتاء، ربما يؤدي الأمر إلى تفشي وإلى كارثة، وتحصل هذه الكارثة كارثة أمن قومي بمثابة القتل العمد، أنا أعتبرها بمثابة القتل العمد. طبعا الإغلاقات في طبعا صالات الأفراح والقيم تاع التأجيل هذه سوف تقوم بإغلاق كامل. نعم. المقاهي الأرجيلة بالذات لاحظنا بعض المدن الكبرى مثل بنغازي وغيرها توجد محلات أرجيلة بطريقة كما تقول افتراضية، فقمنا بإغلاقها إرشاد بالإغلاق. طبعا الصالات الرياضية بعدما حدث بالأمس ربما سوف نقوم بالإغلاق. بدأت غرفة العمليات بجهاز الحرس البلدي في بنغازي يوم أمس تنفيذ تعليمات الإغلاق الاحترازي في كل من صالات الأفراح ومقاهي الشيشة ومنع الجلوس في المقاهي واقتصار عملها على إرسال الطلبيات. وتأتي تعليمات الإغلاق هذه من قبل اللجنة الاستشارية الطبية في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط قدر الإمكان. أكد عضو لجنة متابعة البروتوكول الاحترازي بالمؤسسات التعليمية في بني وليد محمد أبو النيران أكد وجود إهمال وعدم التزام بالإجراءات الاحترازية من المعلمين والموظفين في المؤسسات التعليمية في المدينة، محملا وزارة التعليم مسؤولية عدم توفير الميزانيات الخاصة بإجراءات الوقاية من كورونا. وجدنا عدم اهتمام بالبروتوكول داخل هذه المؤسسات التعليمية، وجدنا استهتار واضح، وجدنا تقصير من قبل المعلمين والمعلمات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه عند سؤالنا لهؤلاء المعلمين ماذا قدمت لكم مراقبة التعليم، فكانت الإجابة صادمة، لم تقدم مراقبة التعليم أي شيء، لأن بالأساس مراقبة التعليم ما استلمتش من وزارة التعليم
أي مخصصات للوقاية، فاللوم هنا يقع على وزارة التعليم. وزارة التعليم هي التي أعلنت بقرار وزاري عودة العملية الدراسية، أعلنت العودة ولكن قبل أن تسلم مخصصات المراقبات التعليم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 659 إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وكشف المركز في بيانه الأخير عن تماثل 868 مصابا للشفاء ووفاة 15 آخرين متأثرين بمضاعفات الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 111124 حالة. من جانبه أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي بدرنا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم التعامل مع 12 حالة اشتباه وفق الإجراءات المقررة، كما تم تقديم الإرشادات الصحية لهم. هذا وسيشرع المركز في جولاته الميدانية على المدارس سواء العاملة أو المقفلة للوقوف على جاهزيتها وتقييمها من ناحية الإجراءات الاحترازية المتخذة. أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت باستقرار إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 596 إصابة، كما أفاد فرع سرت باستقرار عدد ضحايا الفيروس عند 35 وحالات الشفاء عند 365. نفذت مراقبة التعليم في بلدية سوان بن آدم وبالتعاون مع إدارة الوقاية الكيماوية ومدرسة الهروج الخضراء حملة تعقيم لعدد من المدارس داخل البلدية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقاية من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس وحرصا على سلامتهم وسلامة المعلمين، مراقبة التعليم في بلدية سوان بن آدم شرعت في تنفيذ حملة لتعقيم المرافق الموجودة داخل المدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية. قامت إدارة الوقاية الكيماوية بالتنسيق مع مدرسة الهروج الخضراء الخاصة بحملة رش لتعقيم بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة. حملة التعقيم تم تنفيذها على نطاق واسع داخل مدارس البلدية، وشملت كلا من مدرسة شهداء اللسواني ومدرسة اللسواني المركزية ومدرسة الهروج ومدرسة جعفر الطيار ومدرسة الشروق، بالإضافة إلى تعقيم ورش كل من المكاتب والمعامل المدرسية والمكتبات. قمنا بالجولة الجولة لتعقيم هذه المؤسسات حفاظا على سلامة أبنائنا التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ووقاية في طور الوقاية من هذا الوباء. جولة التعقيم التي نفذت داخل المدارس هدفت إلى استمرار العملية التعليمية في هذا الوقت الحرج الذي ما زالت فيه مختلف المدن الليبية تسجل إصابات يومية بفيروس كورونا، وهنا تكمن أهمية استمرار الطلبة بتلقي التعليم داخل الصفوف المدرسية والتي تعد أولوية وطنية في مختلف الأوقات. بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج خلال اجتماعه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا جون نيكولا مارتي أوجه التعاون المشترك، حيث أكد الحويج على ضرورة أن تكون المساعدات المقدمة من لجنة الصليب الأحمر وفقا للمطالب والاحتياجات الأساسية المقدمة من الجهات والمؤسسات الليبية وليس من قبل الصليب الأحمر، كما طالب الحويج بأهمية تسوية أوضاع موظفي البعثة بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات العلاقة بآلية تقديم المساعدات. وفي سياق متصل، وقع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدريسي مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا جون نيكولا مارتي الاتفاقية الإطارية لعام 2021. جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين في مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، ناقشا فيه تطورات الوضع الإنساني في ليبيا وسبل تعاون أكثر للاستجابة للمحتاجين. عقدت اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية اجتماعها السادس لتسوية أوضاع المدارس بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج. هذا وتم الاتفاق على البدء في منح أذونات العمل للمدارس بعد تسوية أوضاعها وتنفيذ الشروط التي أقرتها اللجنة، كما قررت بصفة استثنائية اعتماد النتائج التعليمية للعام 2019-2020.
قال رئيس المجلس التسييري لبلدية جدابية خلال اجتماعه مع مديري المؤسسات التعليمية إنه سيتم اعتبارا من الأسبوع القادم البدء في الإجراءات الأولية والاستعدادات لافتتاح باقي المؤسسات التعليمية أمام الطلاب، إلى جانب توفير السيولة النقدية وحلحلة مشاكل النظافة والمقاعد ونواقص مكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى البدء في العمل من داخل المؤسسات التعليمية دعما لمديريها وأعضاء هيئة التدريس وإحالة مطالبهم إلى وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية. تواصل مديرية أمن بنغازي حملتها الواسعة التي تقضي بإزالة الزجاج المعتم دون استثناء ومنع بيعه، علاوة على منع تجوال السيارات دون لوحات وكذلك ضبط المطلوبين والفارين من العدالة. الحملة ركزت أيضا على إلزام كافة المحال بضرورة تركيب منظومات المراقبة عند المحل على أن تكون إحداها موجهة للشارع العام. هذا ويشرف على الحملة مدير الأمن في بنغازي عبر القوة المشكلة من رؤساء وأعضاء تحريات مراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي. تواصل فرق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم المساعدة لجميع طالبي اللجوء المفرج عنهم من مركز إيواء الزنتان ظهر الجبل. هذا ووزعت فرق المنظمة مواد إغاثة أساسية وسلالا غذائية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي والتي تكفي لمدة شهر واحد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. حملة تشجير في مناطق عدة في بلدية العزازية. أهلا بكم من جديد. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس على عقد تنفيذ مشروعين لإنشاء خزانات تجميع المياه في بلديتي جادة ورجبان. هذا وتعمل المؤسسة على حل مشكلة نقص المياه وصعوبة الحصول عليها من خلال إنشاء خزان بسعة 1000 متر مكعب بحقل آبار المتلي في جادة، بالإضافة إلى إنشاء خزانين بسعة 250 مترا مكعبا في الرجبان. طلع رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية أو أطلع فخر المسماري على أوضاع الشبكة ببلدية توكرا وآلية وضع الحلول لها، وذلك خلال اجتماعه مع النائب يوسف العقوري وعميد بلدية توكرا وعددا من أعيان ومشائخ البلدية. الاجتماع تم خلاله بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية داخل البلدية من حيث دعم مكتب الصيانة السريعة التابع للشركة العامة للكهرباء وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة به. كما اطلع رئيس الهيئة العامة للكهرباء على أوضاع الشبكة الكهربائية بمدينة البريقة وضواحيها من حيث المشاكل والاختناقات وآلية وضع الحلول لها. وخلال اجتماع عقده رئيس هيئة الكهرباء في مقر الهيئة في مدينة بنغازي مع وفد من مشائخ وأعيان مدينة البريقة وضواحيها ومدير مكتب كهرباء البريقة، تعهد رئيس الهيئة بتوفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل لسكان مدينة البريقة والمناطق المحيطة بها بالشكل الذي يضمن استقرار الشبكة الكهربائية داخلها. نظم منتسب جهاز حرس المنشآت النفطية بمنطقة الغربية وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية، وذلك في بيان دعوا فيه إلى إعطاء أرقام عسكرية لكافة المنتسبين والمتدربين في الجهاز وصرف مبالغ التأمين الصحي وحقوقهم المتراكمة لسنوات.
واحد، يجب إرجاع علاوة الحقلية بداية من مرتب شهر 12 وإرجاع القيمة المخصومة. اثنين، صرف أرقام عسكرية لكافة المنتسبين. ثلاثة، صرف التأمين الصحي. أربعة، صرف كافة حقوق المنتسبين من السنوات الماضية وهذه السنة. خمسة، توفير التموين في العمل وسيارات العمل وكل ما يساعد العنصر على العمل. الآن العمل الذي نقوم به الآن: واحد، الانتظار حتى نزول مرتب شهر 12. اثنين، إذا لم يتم تسوية وضعنا في شهر 12 يتم إيقاف ضخ النفط والغاز في المواقع التابعة للإدارة بالكامل. ثلاثة، نرجو من النائب العام النظر إلى منتسبي حرس المنشآت النفطية الذين يعملون بدون أبسط احتياجات. العمل الآن. نظم عميد وأعضاء المجلس البلدي إدري بوادي الشاطئ جولة تفقدية لأبرز المختنقات داخل البلدية المتمثلة في مشاكل الصرف الصحي في محلتي إدري وتمسانة، حيث أكد إبراهيم الغول عميد بلدية إدري أنه سيتم إيجاد الحلول لهذه الأزمات في القريب العاجل. التقرير التالي والتفاصيل. أزمات عديدة ومشاكل لم تجد طريقا للحل يعاني منها أهالي بلدية إدري بوادي الشاطئ، أبرزها مشكلة الصرف الصحي. وقف عليها عميد البلدية إبراهيم الغول وعدد من الأعضاء خلال جولة تفقدية أجروها لمختلف مناطق البلدية في صدد زيارة ميدانية لمحلة إدري ولمحلة تمسان للوقوف على المشاكل العالقة اللي موجودة في هذه المحلات، والتي من ضمنها خط الصرف الصحي اللي موجود في حي من أحياء محلة إدري. وفيما سبق قدمنا عليه تقرير الخط هدايا وعن المشاكل اللي عالقة فيه للجهة المختصة اللي هي شركة المياه والصرف الصحي. رغم قلة إمكانيات البلدية بسبب تخلي الحكومة عن صرف ميزانياتها وتأخير وصولها في بعض الأحيان، طالب المجلس البلدي إدري بنقل اختصاصات شركة المياه والصرف الصحي إلى نطاق المجلس للإسراع في حل الأزمات المتراكمة والتخفيف عن كاهل المواطن. هذا اختصاص أصيل لهذه الشركة، وللأسف الشديد الشركة هذه لم تقم بأي من الأعمال مناطة لها، وحسب ما تردنا من تقارير أن الإمكانيات عندهم ضعيفة وضعيفة جدا. واليوم احنا كمجلس بلدي رغم قلة الإمكانيات ورغم تخلي الحكومات ورغم تخلي الدعم للبلدية، ونطالب اليوم من هذا المكان أن يقوم نقل اختصاص شركة المياه والصرف الصحي تحت نطاق المجلس البلدي. حلول أقل ما توصف بأنها ترقيعية تشهدها مدن ليبيا على امتداد الحدود، ومطالبات من هنا وهناك لا تلاقي ردا ولا يسمع لها صدى من مسؤولين عاثوا بالبلاد ومقدراتها فسادا. يقف أمام كل هذا مواطن لا حول له ولا قوة، منتظرا تلك الترقيعات لتسد جزءا من ثغرات معيشية عديدة. وزع مكتب الزراعة والثروة الحيوانية حوالي 10,000 شتلة من مختلف الأنواع على مندوبي الجهات الحكومية والفلاحين لغرسها في الحدائق العامة والمدارس والمباني داخل بلدية العزازية. المزيد في هذا التقرير. في إطار تحسين منظر بلدية العزازية وتكاتف الجهود والمساعي لزيادة المساحات الخضراء، انطلقت حملة تشجير في البلدية بإشراف من مكتب الزراعة والثروة الحيوانية وبالتنسيق مع مختلف القطاعات داخل البلدية. إن شاء الله هذا لصالح المواطن، إن شاء الله يعني إذا تمكننا أن نزيد أعداد ثانية من الشتول لزراعتها في على الطرق والمحمية في وادي الهيرة. حملة التشجير تمحورت بدرجة الأولى حول توزيع حوالي 10,000 شتلة من مختلف أنواع الشتول وأصنافها على مندوبي الجهات الحكومية والفلاحين والمواطنين، بالإضافة إلى عدد من المدارس والمباني العامة، وذلك من أجل غرسها في الحدائق العامة داخل بلدية العزيزية. وستتم زيادة عدد الشتول لصالح المواطنين. والآن ننتقل لنتابع أسعار العملات. We'll be right back.
ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. إدراج بنغازي وسرت ضمن المرحلة الحالية للانتخابات البلدية. وزير الصحة يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية. الهلال والصليب الأحمر يوقعان الاتفاقية الإيطارية للعام الحالي. لذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.